دانون، حقائق ومعلومات عن هذه الإمبراطورية الغذائية. دانون هو أول اسم قد يخطر ببالك عندما تفكر في الزبادي ومنتجات الألبان والياغورت، وهذا بفضل عمل دؤوب دام لمدة 100 عام لهذه الإمبراطورية الغذائية. وفي هذا الفيديو نرصد لكم أهم الحقائق والمعلومات عن هذا الصرح الغذائي. شركة دانون هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات، وتعتبر الشركة إمبراطورية غذائية كبيرة وممتدة حول العالم. الشركة تنتج بشكل أساسي الحليب ومشتقات الحليب والبسكويت والمياه المعدنية. على الرغم من أننا نعرف دانون كشركة فرنسية، فقد تم تأسيسها في إسبانيا كمصنع لبن صغير سنة 1919، وبعد 10 سنوات انتقلت الشركة من إسبانيا إلى فرنسا. تعتبر من أضخم شركات الصناعات الغذائية، حيث أنها موجودة في 90 بلدا حول العالم، كما تمثله هذه الخريطة أمامنا. الشركة ومنتجاتها منتشرة جدا في الصين. تعد الصين منذ سنة 1987 سوقا رائدا للشركة، حيث تعتبر الصين أيضا من بين الأسواق الخمسة الأولى عالميا لمنتجات الشركة. خلال الفترة بين 2005 و2006 أشيع أن شركة بيبسي اقتربت من الاستحواذ على شركة دانون، وقد تدخلت الحكومة الفرنسية آنذاك لمنع هذا الاستحواذ على كنز وطني لفرنسا، وصاغت قانون لحماية الشركات في الصناعات الاستراتيجية مثل دانون، وأطلق على القانون قانون دانون. دانون هي العلامة التجارية رقم واحد للزبادي في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية. تقدم الشركة جائزة قدرها 120,000 يورو منذ سنة 1967 و97 عفوا كل سنتين لكل من ساهم في أبحاث تخص علوم التغذية البشرية. تعد هذه الجائزة هي واحدة من الجوائز الأكثر احتراما في مجال البحوث الغذائية. تعتبر العلامة التجارية أكتيفيا التابعة لدانون أكبر علامة تجارية لشركة دانون والأكثر ربحا للشركة، وذلك بناء على النسبة المئوية لمبيعات الشركة. تاريخ تأسيسها 1919. مؤسسها هو إسحاق كاراسو، مقرها باريس بفرنسا. مؤسس شركة دانون إسحاق كاراسو جاء باسم دانون من لقب ابنه دانيال كاراسو الذي كان يدعى دانون. في سنة 2016 بلغت مبيعات منتجات الحليب الطازج في دانون أكثر من 11 مليار يورو. في سنة 2013 أسست الشركة مركزها الجديد للأبحاث والابتكار The Nutrition Research في هولندا، والذي يضم 400 عالم وخبير من مختلف بلدان العالم. استثمرت الشركة ما يقرب من 1 بليون يورو في إفريقيا خلال الفترة الماضية، وقد رافق الاستثمار التزام تجاه التنمية المحلية. معهد دانون هو منظمة غير ربحية أنشئت لتعزيز البحوث والمعلومات والتعليم حول التغذية والنظام الغذائي والصحة العامة. وقد أنشأت الشركة أول معهد لها في سنة 1991 في باريس بفرنسا، وأطلقت رسميا كمنظمة خاصة غير ربحية سنة 1997. بحلول سنة 2007 أنشأت الشركة 18 معهدا في دول حول العالم لتطوير برامج تعالج قضايا الصحة العامة المحلية.